السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم. واخا جات مع الطلاب سمحوا لي بزاف بزاف بزاف، ما بقيتش باركت لكم العواشر مباشره ولا حتى شي حاجه، خليت لكم غير ميساج وصافي. سمحوا لي بزاف والله، الا كانوا عندي شي ظروف وانا راني في خنيفره وكنت مرونه مع الدار والروينه والعائله وراكم عارفين. المهم من هنا واخا جات مع الطلاب نقول لكم مبروك عواشركم وتعيدوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله، والله يسهل عليكم كاملين، الله يحقق لكم كل ما تمنيتوا في حياتكم. المهم كما قلت لكم انا راني في خنيفره، ما ركزتش بزاف على طبلات العيد وهذا، لان كما كتعرفوا كانوا رجال خواتاتي والعائله مجموعه وهذا. فطرنا خرجنا مشينا عند العائله تسارينا، المهم خبر فراسكم اللي كتكوني في المدينه اللي فيها العائله وهذا. تلهيت في داري، بزاف منكم عارفين بانني كنرحل وكنوجد راسي، لان في شهر 6 ان شاء الله غادي نرحل. كانوا عندي الروينه هذه ديرها بلاصه، هذه في الداري طويله، هذه في الداري قصيره، هذه تنقصيها، هذه طوليها، هذه المهم عندي بزاف ما يدار. داكشي باش كنت مشغوله، كلشي غادي تشوفوه معايا. بالنسبه للناس اللي دخلوا عندي الانستغرام وسولوا عليا قالوا لي حسنا فين غبرتي، كنقول لهم شكرا بزاف. ولا الفيسبوك ديالي، الانستغرام ديالي راه بحال بحال السميه ديال القناه ديالي، مرحبا بكم كاملين. انا غادي ندير معكم دويره تشوفوا الاجواء كيفاش كنكونوا انا وخواتاتي والعائله وهذه، وكذلك غادي نوريكم شي شويه كامل الروينه ديالي وداري، وتشوفوا شنو كنوجد وشنو كنحط وشنو كنهز. وقبلوا عليا، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو واحد اللايك، ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم، واشتركوا وفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد. بالنسبه للناس اللي كنت خليت لكم واحد الفيديو على ليكرون توتال وعلى الواقي الشمسي والواقي الطبي، احسن فون دو طبي، يمكن لكم تخليو لي، غادي ننزل واحد البوست، يمكن لكم تخليو لي جميع التساؤلات ديالكم وانا غادي نجاوبكم مع كريمه صاحبتي اللي هي غادي تشرح لكم بالتفصيل الممل على كل حاجه. فرجه ممتعه وتهلاو في راسكم. كلشي على الخبزه فاش راني حاصله هاد الايام، ما نقول لكمش جري عليا نجري عليك. راكم عارفين الدار، انا داري هنا كانت مسدوده، ما كنتش جالسه فيها، ما كتسيق، ما حتى حاجه، يعني حتى فاش كنجيو لهنا الخنيفره كنمشي عند ماما، يعني ما كيبقاش لي داك الوقت لاش كنقول لاش غنمشي نسيقها وانا غنخرج غنسدها، ما غنعس فيها، ما غناكل فيها، ما والو. اضطريت ان يعني بزاف راكم عارفين بانني ان شاء الله الرحمن الرحيم في شهر 6 غادي نجي نسكن هنا نيشان. داكشي باش انا دابا حاليا كنضطر انني يعني جيت هاد المره على الاقل رديت كل حاجه بلاصتها، اللي غادي نغلفو غلفتو، اللي غادي نديرو في بلاكارات درتو. المهم كنحاول انني يعني تاخذوا نتوما افكار. هذه هي ديك الطبله اللي قلت لكم ديك المره، راه كنت وريتكم هاد الكراسه هادو وقلت لكم راه غنجيب واحد سالونجي، خديتها وعجبتها غير هاد الايام هادي في رمضان اللي كنت صيفطها. المهم راه مازال خاصها تمساح وتنقى وهذا، وهذا دايره هنا حداها واحد الموبل ديال غندير فيه الصباط باش يهنيني من الروينه. هذا باجاجي. المهم وهنايا كاين هنا الصالون، مازال ما قديناش لو السدادر اللي غادي هنايا، بغيت ندير الجاجة وهذوك حتى هما غادي ندير فيهم الجاجة حتى هما غطاهم من الفوق. الروينة عندي الروينة. هذا واحد البانيو صبنا فيه شي مانطات. المهم راكم عارفين الروينة، وعندي الارض بصراحة مع كانت مسدودة وكنت الدار ديجا كنت كنكريها، الارض ما بغاتش تخرج ليا، يعني عينا ما نديرو البارح في الماء القاطع ونديرو فلاش ونديرو، مازال ما بغاتش تخرج. هادوك حيدتهم، درت ليهم ديتهم صاب ليه الجاج، هنا شي حوايج خباتهم في البلاكار، هادوك كنحمق عليهم ديال كارفور. هادي راني كنت وريتها لكم كتحمق ولا سمعي نجبدها نوريها لكم عاوتاني. هيا كنت خديتها ديال الحلوى، فنه 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 فنه. هيا نرطب بلاصتها، انا مازال يعني غير كان عندي غير شي كراطن هنايا ديال الماعن، حاولت انني كل حاجه نردها بلاصتها. هنا هادو ديال التريات حطيتهم هنا باش ما يتكرفصوش ليا، فوق ما كاين والو. هنا شي ماكن وشي كشي ديال الباني، اوبس
هادي ما بغاش يتحليها حيت كاينه فوق منه هذيك الشبكه ديال الماعن خديتها، غادي تطيح الا جريت هادشي غادي تطيح. هنايا شي سوبيرات شي زلايف. المهم غير داكشي اللي كان عندي هاد الماعن، حاولت انني ندير كل حاجه في بلاصتها. صافي هادي ديال الدوش مازال غنعلقها. المهم هنا حتى انا رديت درت كل حاجه بلاصتها. ايوا نوريكم واحد البيت مازال ما لقيتلاش الحل. شوف مازال ما قدينش هادشي فاش راني حاصله، داكشي باش ما حطيت لا مائده الافطار ولا بصراحه ما كنتش مسالي هادشي كله. عاد كنقادو الصال، هادي ماشي صاله كبيره، هادي بحال سيجور. غنوريكم هادي احتاج عندي هنا لا موزيك، بغيت نغلفو بهذا جيرفليكس، راني كنت خديتو هذا الماغون، هذا خديتو من بريكوما من نادور فاش كنت في داك العطله كنت كنتقضى. المهم هذا غنلصقو في هذا البيت، وهذا غنوري لكم غزال لونه، هذا غنلصقو في بيتي بيت النعاس ديالي. هادو النوامس ديال ولادي، خدرت لهم هكا النوامس غير باش تاخذوا فكره، ودرت لهم هنا المجوره مازال ما هكا باش نستغل المساحه كلهم بالمجوره. صافي انا نوريكم هذه درتها فيها جوج ديال وحده فوق وحده، فهمتوا؟ المهم ما ديوش على الروينه، شفتم وحده فوق وحده. وهنايا عندي المهم فين ما درتو غتلقى عندي الروينه. هذه بيت الناس مازال حتى هي مرونه، كوافوزات مازال، عاد خصني نلصق لهم هادو مازال ما لصقتهمش. هادو بوانيات ديال غيلصقو هنا كاملين. هنا غندير واحد المرايا. المهم هادشي هو هادي روينتي. هانتوما بالنسبه للناس اللي ما شافوش البلاكارات، عندي بلاكار كبير هنايا. المهم هادشي فاش تلهيت في الروينه كاين غير روينه. المهم ان شاء الله كما قلت لكم اللي غنكمل هادشي كامل غادي نوريكم كيفاش، يعني كل حاجه من ياخذ افكار. حنا اليوتيوب كناخذ منه افكار زوينه كنستافدو، كان يعني بعض المرات كتكون شي حاجه قدام يعني كتكوني تايهه عليها. المهم كما قلت لكم نكمل كل شيء غنوريكم مرحله بمرحله. دابا غنطلع للسطح نمشي نجيب شي مانط كاين السطح. وصافي هنايا رجعنا للدار، لقيت ماما مسكينه موجده لنا الغدا هي واختي، دايره الطويجين باللحم والخضره والدجاج مفور بشعرية صينية وشليضات، راكم عارفين الوالدين كيف بقاو يتهلاو. المهم انا مصورت لكم داكشي ديال الدار بالتفصيل لحقاش راكم عارفين تلهيت حك هادي وحط هادي. المهم عندي الروينه بزاف، ان شاء الله غادي نشارك معكم كلشي بالتفصيل كما قلت لكم اللي غادي نستقر بمره، غنشارك معكم حيل وحويجات اللي سهلوا عليا الرحل، خصوصا ان هذه المره اصلا رديت بزاف الحوايج، يعني نقص عليا بزاف ديال التماره اللي ما غاديش تخليني انني ملي غنجيب رحيلي كامل والطلامات والزراب وداكشي ما غاديش نتعذب. يعني غنلصقوا جيرفليكس في الارض، ترياس لاسيان دريدويات، شوفوا بزاف ديال الحوايج اللي كيخليوك انك ملي جات رحلي تكوني منقصه عليك 90% ديال التماره. المهم الى عجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات وبغيتوني اني نشارك معكم كيفاش كننظم وقتي بالضبط وكيفاش اني كنحط كل حاجه بلاصتها، قولوا لي في الكومنتار ومرحبا والف مرحبا. المهم حتى لهنا وغادي يسالي الفيديو ديالنا، حنا غادي نقصوا نتغداو بصحه غداكم حتى نتوما وتلفظكم وركعوا شركم مره اخرى. ودرت هذا الفيديو هذا ما فيش افاده بكثر من انني بغيت غير نشارك معكم فين غبرت وشنو كندير اللي كان، يعني ان الرحيل راه ماشي ساهل، راه صعيب بزاف بزاف بزاف، ولكن انا بهذه الطريقه اللي كندير يعني كننظم كل حاجه في بلاصتها وكنحاول اني نحيد عليه داكشي اللي كيتعلق واللي كي يعني خص غير تنظيم وتعرفي حاجه كدار قبل من حاجه. هادشي اللي كاين، تهلاو فراسكم، السلام عليكم.